وصل إلى مصر العميل اليهودي ليفي إفرايم الشهير باسم جون دارلينج، متخفيا بشخصية ضابط إنجليزي للبدء فيما عرف بعد ذلك بالعملية سوزانا. شرع في تكوين شبكة من اليهود المصريين وغير المصريين، ضمت فيليب نتسون، إلي جاكوب نعيم، مائير زعفران، مائير ميوحاس، صمويل عزار، روبير دسان، سيزار كوهين، فيكتور ليفي وغيرهم. كان أيضا من بينهم إلي كوهين الذي كانت له فيما بعد قصة طويلة في دمشق. كان الهدف إفساد علاقات مصر بأمريكا وبريطانيا، وكانت الوسيلة الحرائق والاغتيالات. تورط في العملية سوزانا كبار زعماء اليهود موشي شاريت، بن حاس ليفون، ديفيد بن غوريون، وأيضا شمعون بيرسكي الشهير باسم شمعون بيريز. الصدفة وحدها أدت إلى سقوط الشبكة اليهودية مساء 23 من يوليو تموز عام 54، عندما احترقت قبل الأوان عبوة كيماوية في جيب فيليب نتسون أمام سينماريو في الإسكندرية. في هذه الأثناء كانت مصر تبحث لها عن جهاز استخبارات سمي على حد قول مؤسسه زكريا محي الدين المخابرات السرية. أما اللواء المصري عبد المحسن فايق وكيل وزارة التموين سابقا، فهو الذي أخذ على عاتقه مهمة البحث عمن أصبح بعد ذلك أشهر جاسوس مصري. وجده في أفاق، اسمه الحقيقي رفعت الجمال، نعرفه الآن باسم رأفة الهجان. لا يفتح إلا بعد وفاتي. رأفة الهجان، تصور إني مسافر إسرائيل بكرة. وصل رفعت الجمال إلى إسرائيل بحرا من الإسكندرية عام 55. وصلتها أنا جوا عن طريق لندن بعد ذلك بنحو نصف قرن. كنت أحاول أن أترسم في خطواتي خطواته الأولى في تل أبيب، ومن ثم خطواته في قبرص. هنا في شارع بن يهودا حيث تنتشر مكاتب شركات الطيران وشركات السياحة، كان يفتش عن غطاء للبدء في نشاطه السري. وقت ذاك وقد صار اسمه في المخابرات المصرية العميل 313. وقت ذاك وقد صار له جواز سفر إسرائيلي صادر من تل أبيب برقم 146742 باسم جاك بيتون المولود في المنصورة مصر. هذا الذي وضع بعد ذلك بين يدي القيادة المصرية الموعد السري الذي حددته القيادة الإسرائيلية لشن حربها على العرب عام 67 دون أن يعلم أحد. هذا الذي حرق لإسرائيل كثيرا من أغلى جواسيسها دون أن يعلم أحد. هذا الذي وضع بين يدي السادات خرائط مفصلة لخط بارليف دون أن يعلم أحد، عاش هنا في شارع يوشع بن نون في تل أبيب باسم مستعار ودين مستعار ولغة مستعارة وبقلبين وعقلين وسبعة أرواح. في طريق الخروج من القدس
سألت سائق السيارة الفلسطيني إن كان سمع برأفة الهجان. قال طبعا، هذا الذي أتى إلى إسرائيل ووقعت في غرامه إيمان الطوخي، أليس كذلك؟ منحني النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد موعدا على الطريقة السينمائية. اتصلت به من لندن، قال أغلق واتصل حين تصل إلى إسرائيل. فلما وصلت اتصلت، قال قابلني على الطريق السريع بين حيفا وتل أبيب، ستجد محطة لتموين السيارات بالبنزين، إلى جوارها مطعم صغير بالقرب من منطقة هرتزيليا، انتظرني هناك. طابت لي فكرة أن الموساد يستدرجني، لا كي أجيب أنا عن أسئلته، بل كي يجيب هو عن أسئلتي. مطعم بسيط تملكه أسرة بسيطة من عرب ما قبل 48، لكن الذي تحمله جدران المطعم من صور ومقتنيات أبعد ما يكون عن البساطة. يقول جدعون بن عزرا الذي كان على رأس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل وكان نائبا لرئيس الموساد، إنه لم يشاهد أي شيء عن رأفة الهجان، رفعة الجمال، جاك بيتون. لا ما سألت، أنا بعرف شيء واحد، إنه مصر أخذت شخص دوري من قرية تمرار، قال إنه هو كان يشتري لمصلحة إسرائيل وخذ من يد غير صحيح، هو عظام عظام. عظام هو موجود في سجن المصري، حكم 15 سنة يظلم. إسرائيل مش على مستوى إنه تلم أخبار من مدنيين، إسرائيل على مستوى إنه هي بدها تعرف مصادر الخطر اللي بدها. عظام عظام مش شخص اللي بيقدر يساعد إسرائيل، ونحن بنطلب مصر إنه هو يرجع لبلادنا. أو ما هي نوعية الشخص الذي تعتقد أنه يمكن أن يصلح لذلك؟ يعني إنه إسرائيل راح تختاروا من شان يلم أخبار عشانها؟ نعم. بقدرش أجاوب على هذا. نعم. لكن أنت بتعرف مثلاً إلي كوهن؟ نعم. إلي كوهن بتعرف إنه كان إسرائيلي ووصل لسوريا وكانت له علاقة كويسة جداً مع السلطة اللي هناك. ما كانش خوف لسوريا منه. على إسرائيل كانت مصادة كبيرة. ولا يزال مجبور في سوريا. أنا نطلب من الحكومة السورية أن يرجع لإسرائيل. ما رأيك فيما يقوله المصريون من أن مصري هو جاك بيتون الذي كان عايش في إسرائيل باسم جاك بيتون، هو الذي أوقع إلي كوهن؟ هل هذا صحيح من الناحية التاريخية؟ هو السبب أنه إلي كوهن انمسك؟ نعم. ما أظنيش وما بعرف. إلياهو شاؤول كوهين ولد في الإسكندرية عام 24 حيث عاش وتعلم. قبض عليه عام 55 بتهمة التورط في العملية سوزانا، لكن دليلا كافيا لم يتوفر ضده. بعد عام هاجر من مصر إلى إسرائيل، وفي عام 60 أرسله الموساد إلى الأرجنتين حيث اختبأ في هذا المنزل عاما كاملا، اختلق أثناءه شخصيته الجديدة كامل أمين ثابت، ومن ثم قفز إلى سوريا. هناك اخترق بعض الدوائر السياسية حتى لعبت الصدفة دورها، فرأى عميل مصري في إسرائيل صورة له مع يهودية، سألها من هذا؟ قالت زوج أختي. ليلتها طارت رسالة إلى القاهرة، وبعدها بأيام كان ملف إلي كوهين بين يدي الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ. في مايو آيار عام 65 شنق جاسوس إسرائيل في دمشق أمام 10,000 متفرج. أما الذي بعث الرسالة من تل أبيب فلم يكن سوى جاك بيتون، رأفة الهجان.